انا كندبروا على ريوسنا هنايا، قلبوا على خبيزه من وكلوا لوليداتنا، ما عندنا لا ريال لا جوج. وانت دابا هذا الحجر الصحي، هذا الحجر الصحي اخويا راه ما قاديش عليه، ما نكذبش عليك اخويا، حنا بزاف ما عندناش باش نخلصوا الكرا، ما عندناش باش ناكلوا وليداتنا. انا عندي اربعه الاولاد بكرا، وهذا اللي اش نقول لك اخويا، اخويا راه حنا دابا خارجين دابا الشارع، دابا كيجريو علينا، تيجري علينا، تيقول لك ما تبقاوش واقفين ليا هنايا، وبنهار راه ما كاين ما يدار والو. ايوا واش غادي نديروا الغالب الله. ايوا خويا اش نقول لك، على الاقل بعدا يعطيونا بعدا الدعم عاد هذا رمضان هذا تصاوات، درنا الحجر الصحي بنادينا منها ناكلوا منها نشربوا، حنا ما خدامين ما رداين. انا هاد الناس كيبقاو فيا الله يدير لهم شي تساوي ديال الخير، كل واحد مأزم، كل واحد الله يحسن العوان. ها الكرا الماء كلشي كيتسال من هاد كل واحد كيعيش مسكين بما قسم الله، كل وحده والظروف ديالها. كنطلبوا من الناس يتعاونوا مع الناس، واي واحد الله يحسن العوان، وكنطلبوا اللي عنده الولاد عنده مسؤوليه الله يدير لي شي تساوي ديال الخير، كانوا شي محسنين يتعاونوا مع الناس هادو، حتى هما ما لقاوهاش كما بغاو. كاينه الانسان اللي عندها الماء، عندها الضوء، عندها الكرا، عندها بزاف ديال المسؤوليه. بنادم ما حش ببنادم، ما عارفش اشنو الظروف ديالو. كاين بعض المرات الانسان ما ياخذش ما يصيبش باش ياخذ حتى خبزه، والظروف راه قاسيه وتري علينا من قنت لقنت، ما مخليناش حتى سميتو. انا براسي انا كتسني 6 شهور ديال الكرا، كتسني مليون ومليون و5000 ريال ديال الماء والضو عام ديال الحجر الصحي. هادشي منين؟ لا خدمه لا ردمه لا حتى حاجه، هادشي منين؟ تنطلبوا شويه يرخفوا علينا الوقت. هذا ما كان كنطلبوا شويه الوقت ترخف علينا حنا، ونشوفوا واخا غير خدمه ولا شي حاجه بنادم، غير الميناج ولا شي حاجه باش بنادم ياكل الخبز ويعيش مع وليداتو.